ماذا تعرف عن معركة واترلو؟ هي معركة وقعت في عهد الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، وكانت آخر المعارك التي خاضها في حياته. وقعت هذه المعركة بتاريخ 18 من يونيو سنة 1815 على مقربة من بروكسل في تل الأسد. وكان الطرفان المشتركان في هذه المعركة هما الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، وجيوش الحلفاء بقيادة دوغ ويلينغتون والمارشال الألماني بلوخر. وكانت معركة واترلو من أسوأ المعارك التي من الممكن أن يخوضها أحد، وذلك لما ألحقته من خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالنسبة للطرفين المشاركين في المعركة. إذا وصف الإنجليز الأشخاص الذين صادفوا هذه المعركة بأنهم ذو حظ سيء جدا. بالنسبة لمجريات وأحداث المعركة فإنها جرت على نحو معين، حيث بدأت كل النزاعات بشأن معركة واترلو منذ هروب نابليون بونابرت من منفاه الواقع في جزيرة ألبا ليفرض على الحلفاء هذه المعركة، مما اضطرهم إلى إنهاء مؤتمر فيينا للبدء بتجهيز أنفسهم وحشد جيوشهم استعدادا للمعركة التي فرضها نابليون عليهم. وكان الحلفاء ينظرون إلى نابليون دائما على أنه المجرم، لذا قاموا بالاستعداد على أكمل وجه للمشاركة في هذه المعركة. وكانت قد حدثت في البداية معركتان تمهيديتان لواترلو، وهما معركة ليني ومعركة كواتر بريس. وبعد أن حشد الطرفان جيوشهما وبدأت الجيوش الحلفاء بالتوافد إلى بلجيكا، وكانت أول الجيوش الواصلة إليها هي جيش الألمان بقيادة المارشال الألماني بلوخر، وجيش الإنجليز بقيادة الدوق ويلينغتون. أما بقية جيوش الحلفاء فكان من المفترض أن يتوافدوا إلى جهة الراين، وبلغ عدد جنود جيش الحلفاء ما يقارب 118 ألف جندي، بينما الجيش الفرنسي بقيادة نابليون كان قد بلغ عدد جنوده 72 ألف جندي. وكان نابليون يهدف إلى التفريق بين الجيشين الألماني والإنجليزي ليقضي على كل منهما على التوالي قبل وصول الإمدادات والعون إليهم من باقي جيوش الحلفاء. تأخر بدء هذه المعركة بسبب الوحل الذي غطى المكان لهطول الأمطار الذي شهدته المنطقة في اليوم السابق للمعركة. وبدأت المعركة باحتلال مدفعيات كلا الطرفين المتنازعين على التلال الموجودة هناك، والتي تعتبر مكان تمركزهم. وكان أول من بدأ المعركة هو نابليون عندما زج بالصفوف الأولى من جنوده في المعركة ليبدأ تراشق النيران بين الطرفين في أول فرصة أتيحت لنابليون لتوجيه الضربة القاضية للجيش الإنجليزي الذي كان موقفه غاية في الضعف أمامه. سارع بلوخر إلى إنقاذ الموقف والالتحام بسرعة مع الجيش الإنجليزي ليهزم نابليون هزيمة نكراء في هذه المعركة التي اعتبرت بمثابة القشة التي قسمت ظهر نابليون. وعلى الرغم من هزيمة نابليون النكراء والخسائر الكبيرة التي أوقعها العدو بجيشه، بحيث وصل عدد ضحاياه إلى 25 ألف ضحية بين قتيل وجريح وأسري 7 آلاف منهم، عدا عن فقدان 15 ألفا منهم في هذه المعركة، إلا أنه ألحق بجيوش الأعداء الأضرار الفادحة، فأوقع منهم ما يقارب 22 ألف ضحية بين قتيل وجريح، عدا عن الخسائر التي ألحقها بعتادهم. ومع أن هذه المعركة كانت النهاية التي انتهت بها شخصية من أعظم الشخصيات التي عرفها التاريخ، إلا أنها كانت بداية لعصر جديد. وكانت من أبرز نتائج معركة واترلو عودة نابليون إلى باريس ليتنازل عن عرشه ونفيه إلى جزيرة سانت هيلينا.